بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمري خالد يجيب. وسؤال من اليمن، صالح من اليمن، وصالح بيسأل وبيقول سؤال سطر صغير جدا: كيف أتخلص من الماضي المؤلم، من التفكير في الماضي المؤلم؟ هو أحسن طريقة يا جماعة للناس اللي بتحب تكون عملية، أنا شخصية عملية. يعني إيه شخصية عملية؟ يعني مفيش حد فينا إلا وساعات بيتألم على خطأ عمله في الماضي، أو يا ريتني ما تصرفت التصرف الفلاني، يا ريتني ما اشتغلت في الشركة الفلانية، يا ريتني ما عملت الخطأ ده، لأنه ترتب عليه مجموعة أخطاء. الطريقة دي في التفكير بتخلي الإنسان بعد شوية يعيش سلسلة من الهموم مش هياخد منها حاجة. يعني واحد بيخبط دماغه في الحيط، لأنك مش هتغير الماضي، لن تملك تغيير الماضي، وبالتالي فإيه اللي في إيدك؟ اللي في إيدك هو صناعة الحاضر، اللي في إيدك هو إن أنت تكون إنسان عملي جدا وتعمل حاجات صح جدا في الحاضر من أجل مستقبل أفضل. ده اللي في إيدينا. أما إنك تقعد تعيط على الماضي فدي نوعية من الضعف البشري. يعني أنت ضعيف وأنت مش عايز تتحرك للأمام، وانت مبسوط ان انت تعيش عقدة الماضي وآلام الماضي. الحكاية دي حاجة سيئة جدا، انما الماضي كان وحش، سواء اتعرضت فيه ما غلطتش وتعرضت فيه لمصيبة، او سواء انت اللي عملت الخطأ. تكون من الحكمة والذكاء والشطارة والعملية. مش بقولكوا انا طبيعتي شخصية عملية جدا. طيب خلاص، مش الوضع صعب، طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ها ايه اللي نتصرف فيه دلوقتي؟ ويبقى عندك أمل في الله، وما عبد الله بشيء أجمل من حسن الظن فيه، إن شاء الله هيخلي المستقبل حلو. الطريقة دي في التفكير تخلي حياة الإنسان أجمل. يا صالح شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.